مرحبا بكم من جديد، وهذه المرة مع الدرس الرابع والخاص بتطبيق القاعدة القانونية. عزيزي الطالب، عندما تظهر القاعدة القانونية في الحياة القانونية تصير ملزمتان وواجبات التطبيق، فتطبق على جميع المخاطبين بأحكامها إن طواعيتان أو قهرا، وحتى يتأتى تطبيق القاعدة القانونية بشكل سليم يتعين بداية تحديد المكان والزمان الذي تسري فيه أو الذي ستطبق فيه. لذلك أول نقطة اليوم سنرى تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان. تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان. لما كانت سيادة الدولة تنحصر داخل حدودها، فإن الأصل هو تطبيق القانون داخل إقليم الدولة، وهو ما يعرف بمبدأ إقليميات القوانين. مبدأ إقليميات القوانين، حيث وفقا لهذا المبدأ يقول يسري القانون على كل من يتواجد فوق إقليم الدولة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية. إلا أن الأخذ بهذا المبدأ وعلى إطلاقه، أو أقول غير أن الأخذ من مبدأ الآنف الذكر وعلى إطلاقه لم يعود يتماشى مع المجتمعات الحديثة، وذلك نظرا لتواجد وطنيين خارج إقليم الدولة، وهو ما أدى إلى تلطيف مبدأ إقليمية القوانين بمبدأ آخر تمتد به سلطة وسيادة الدولة إلى خارج إقليمها، وبالتالي تطبيق قوانين الدولة على الوطنيين خارج الإقليم الوطني. فظهر مبدأ شخصية القوانين، ظهر مبدأ شخصية القوانين الذي مفاده أن القانون الوطني يطبق على الوطنيين حتى ولو كانوا خارج إقليم الدولة. طبعا نظرا لصوابية كل من مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين، فإن الدول تأخذ بكلا المبدأين بحسب ما تقتضيه المصلحة. بالنسبة للمغرب، يلاحظ أن مبدأ إقليمية القوانين هو الأصل، فنقول بأن القانون المغربي يطبق على كل من يوجد في الإقليم المغربي. القانون المغربي يطبق على كل من يوجد في الإقليم المغربي. هذه هي القاعدة العامة، أو هذا هو المبدأ العام أو الأصل العام. إلا أن هذه القاعدة أو هذا الأصل العام تدخل عليه مجموعة من الاستثناءات التي نذكر منها ما يلي. يتمتع الوطنيون فقط دون الأجانب بالحقوق السياسية والوطنية كحق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العمومية. أيضا ينص الفصل 10 من مجموعة القانون الجنائي على أنه يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، كما نصت المادة 707 من قانون المسطرة الجنائية على أن كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي وارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب، كما تنص المادة 711 قانون المسطرة الجنائية على أنه يحاكم حسب مقتضيات القانون المغربي كل أجنبي يرتكب خارج أراضي المملكة جناية أو جنحة ضد أمن الدولة أو تزييفا لخاتم الدولة أو تزييفا أو تزويرا لأوراق بنكية متداولة بصفة قانونية أو جناية ضد أعوان ومقار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو المكاتب العمومية. يتضح من هذه النصوص وغيرها أنه إذا كان الأصل هو إقليمية القوانين الجنائية، فقد تحتم بعض الاعتبارات الخروج عن هذا الأصل
وتطبيق القواعد الجنائية على بعض الأشخاص المرتكبين عفوا أقول بعض الاعتبارات قد تحتم الخروج عن هذا الأصل وبالتالي تطبيق القوانين الجنائية على بعض الأشخاص الذي يرتكبون لجرائم في الخارج، سواء كان مرتكب تلك الجرائم من الوطنيين أو الأجانب، وستتعرفون على تفصيلات ذلك عندما ستدرسون القانون الجنائي العام وكذا قانون المسطرة الجنائية. يستثنى أيضا من مبدأ إقليمية القوانين ما ينص عليه القانون العام الدولي من عدم خضوع رؤساء الدول الأجنبية والممثلين الدبلوماسيين وفي حدود معينة للقضاء والقانون الوطني. أيضا من الاستثناءات ما تنص عليه المادة الثانية من مدونة الأسرة، مدونة الأسرة في مادتها الثانية تقول تسري أحكام هذه المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى. تسري أحكام هذه المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وهو ما يستفاد منه طبعا أن مدونة الأسرة المغربية تطبق على جميع المغاربة حتى ولو كانوا متواجدين في الخارج، بل أكثر من ذلك تطبق عليهم حتى ولو اكتسبوا جنسية أخرى. هذا ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بتطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان. ننتقل إلى النقطة الأخرى والخاصة بتطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمن. الأصل العام أو المبدأ العام هو أن القواعد القانونية تظل سارية المفعول منذ دخولها حيز التنفيذ إلى غاية أو إلى تاريخ إلغائها، وإذا ما حدث أن تم إلغاء القانون أو بعبارة أخرى إذا ما حدث وتم إلغاء قانون ما وحل ما حله قانون آخر، هنا قد يحدث أن يثور التنازع بين القانونين حول الحد الفاصل بين نطاق تطبيق القانون الملغى والقانون الجديد. لذلك سندرس على التوالي إلغاء القانون وكذا تنازع القوانين في الزمن. بالنسبة لإلغاء القانون يقصد به رفع القوة الملزمة عن القاعدة القانونية، يقصد بإلغاء القاعدة القانونية رفع القوة الملزمة عنها، فلا تعتبر ابتداء من تاريخ إلغائها قاعدة قانونية، أو بعبارة أخرى إحلال قاعدة قانونية جديدة محل القاعدة القديمة، أو الاستغناء عن القاعدة القديمة دون إحلال أخرى محلها. والإلغاء عزيزي الطالب قد يلحق القواعد القانونية مهما كان مصدرها، أي سواء أكانت قواعد تشريعية أو مستمدة من مصدر آخر غير التشريع كالعرف أو الشريعة الإسلامية. وللتعرف أو لدراسة موضوع إلغاء القانون سنعرض على التوالي السلطة التي تملك حق الإلغاء، السلطة التي تملك حق إلغاء القانون وكذا طرق إلغاء هذا الأخير. بالنسبة للسلطة التي تملك حق الإلغاء، أي إلغاء القانون طبعا، المبدأ هو على الشكل الآتي أو كالآتي: السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلى منها. أعيد المبدأ الذي يجب أن يترسخ في ذهنك، أقول: السلطة التي تملك إلغاء القاعدة القانونية هي السلطة التي تملك إنشاءها أو سلطة أعلى منها. لقد مر معنا أن مصادر القاعدة القانونية لا تتواجد في نفس المرتبة، فمرتبة التشريع أعلى من العرف،
وأعلى من مبادئ الشريعة الإسلامية وأعلى من القانون الطبيعي ومبادئ العدل، وهو ما يترتب عنه أن القواعد التشريعية لا تلغى إلا بقواعد تشريعية. ولما كانت القواعد التشريعية بدورها تتدرج من حيث قوتها من التشريع الأساسي ويليه التشريع العادي ثم التشريع الفرعي، فالنتيجة هي كالآتي: التشريع لا يلغى إلا بتشريع من نفس درجته أو يعلوه. أعيد أيضا هذه القاعدة التي يجب أن تترسخ في ذهنك: التشريع لا يلغى إلا بتشريع من نفس درجته أو يعلوه. وعليه فإن التشريع الأساسي لا يلغى إلا بتشريع أساسي، والتشريع العادي لا يلغى إلا بتشريع أساسي أو عادي، والتشريع الفرعي لا يلغى إلا بتشريع فرعي أو عادي أو أساسي. ويستطيع التشريع إلغاء القواعد الأدنى مرتبة منها، أقول يستطيع التشريع أن يلغي القواعد القانونية الأدنى مرتبة منه، وذلك طبعا مهما كان مصدرها. فيستطيع التشريع أن يلغي العرف مثلا لأنه أعلى مرتبة منه، كما أن القواعد العرفية الجديدة تلغي القواعد العرفية القديمة، كما يمكنها أن تلغي القواعد القانونية الأخرى التالية لها في المرتبة. وحاول عزيزي الطالب أن تستخلص ما هي هذه القواعد. بعد أن تعرفنا عن السلطة أو السلط التي تملك حق إلغاء القاعدة القانونية، ننتقل الآن لنلقي بعض الضوء على طرق إلغاء القاعدة القانونية، طرق إلغاء القاعدة القانونية. وهنا عزيزي الطالب، الإلغاء بكل بساطة وباختصار، إلغاء القاعدة القانونية قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا. الإلغاء قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا. بالنسبة للإلغاء الصريح، نكون بصدده أو نكون بصدد لهذا الإلغاء عند صدور تشريع نص صراحة على إلغاء التشريع السابق، أو نص على إلغاء ما يخالفه من قواعد قانونية. ومن الأمثلة عليه ما نصت عليه المادة 733 من مدونة التجارة، التي نصت على أن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها إلى آخره من المادة. وعلاوة على الطريقة السابقة، يتم الإلغاء أيضا أو نكون بصددها أيضا عندما ينص التشريع على مدة معينة لسريان. يعني يظهر عندنا تشريع جديد ينص على مدة معينة لسريانه أو على سريانه إلى أن يتحقق أمر معين، فيصبح هذا التشريع ملغا بانتهاء تلك المدة أو بتحقق ذلك الأمر. ومن الأمثلة على ذلك القوانين التي تصدر أثناء الحرب، والتي يتم التنصيص فيها على أن العمل بهذه القوانين يكون فقط أثناء مدة الحرب. هذا عن الإلغاء الصريح.
أما بالنسبة للإلغاء الضمني فهذا الإلغاء لا يتم بنص صريح في التشريع اللاحق، وإنما يتم بوجود حكم في التشريع اللاحق يتعارض مع حكم في التشريع السابق بشكل لا يتأتى معه التوفيق بين التشريعين إلا بإلغاء أحدهما، فيعتبر اللاحق منهما ملغيا وبصفة ضمنية للسابق. كما يكون الإلغاء ضمنيا أيضا إذا ما حدث أن نظم التشريع اللاحق موضوعا سبق أن نظمه التشريع السابق. وعليه إذا ما صدر تشريع جديد يتعارض مع تشريع قديم واستحال تطبيق حكمهما معا، اعتبر التشريع الجديد لاغيا للقديم. وحتى يمكن اعتبار أن الإلغاء قد تم والحالة هذه، يتعين أن يكون كلا الحكمين أي كلا من الحكم الجديد والحكم القديم من نوع واحد أو صفة واحدة، كأن يكون كل منهما عاما أو يكون كل منهما خاصا. يتعين أن يكون كل من الحكم الجديد والحكم القديم من نوع واحد، إلا أنه قد يحدث أن يكون التعارض بين حكم قديم عام وحكم جديد خاص. قد يحدث أن يكون التعارض بين حكم قديم عام وحكم جديد خاص، والقاعدة في هذا الصدد أن الحكم الجديد الخاص يلغي الحكم القديم في حدود ما تضمنه فقط النص الخاص، أما ما لم يتعرض له النص الجديد الخاص فيظل الحكم العام القديم قائما وساريا بشأنها أو بشأنها. بالمقابل قد يحدث أن يقع التعارض بين قاعدة قانونية قديمة تتضمن حكما خاصا وقاعدة جديدة تتضمن حكما عاما. في هذه الحالة فإن الحكم القديم يظل قائما وساريا بخصوص الحالة الخاصة باعتبارها تشكل استثناء على الحكم العام الجديد. وعلاوة على كون أن الإلغاء الضمني قد يحدث أو قد يتحقق عند وجود تعارض بين النص القديم والجديد، يحدث هذا الإلغاء الضمني أيضا أو يتحقق أيضا عندما تسن قواعد قانونية جديدة منظمة لنفس الموضوع الذي سبق وأن نظمته القواعد القانونية القديمة. هذه الحالة يحل التشريع الجديد محل التشريع القديم، فيعتبر التشريع السابق القديم ملغا حتى ولو لم يكن هناك أي تعارض بين القانون.